الحكم السعودي يحتسب الآن ركلة جزاء. نعم في هذه اللحظات ركلة جزاء. إذا في هذه اللحظات ركلة جزاء. شايف الكرة، شايف يعني اللقطة واضحة تماما، والشد واضح، الشد واضح تماما، ولقطة كانت واضحة للغاية. وبالتالي شايف عشرة هو الذي يعرقل عبد السلام نعمان، وبالتالي ركلة جزاء. إذا الآن ركلة جزاء لعبد السلام نعمان، وركلة الجزاء كانت على محمد علي. وبالتالي الآن هنا سالم عبد الله حارس مرمى المنتخب اليمني، وبالتالي الآن محاولة من أجل التقدم. نعم في هذه اللحظات ياسين الصالحي محاولة من أجل التقدم في هذه اللحظات وتسجيل أول أهداف هذه المباراة في ركلة الجزاء الآن قادمة. ياسين الصالحي يضع الكرة في المرمى، جول. التقدم إذا يأتي الآن في هذه اللحظات عن طريق الكابتن، عن طريق قائد المنتخب المغربي الذي يتقدم الآن بهدف. ياسين الصالحي يضع كرة صالحة في مرمى المنتخب اليمني من ركلة الجزاء، وهو الكابتن، هو قائد المنتخب المغربي، يتقدم الآن بأول الأهداف في آخر مباراة بالنسبة للمنتخبين في الدور الأول. لكن من يواصل المشوار إلى الدور الثاني، إلى الدور نصف النهائي؟ هنا المنتخب المغربي يتقدم عن طريق ياسين صالحي، وهنا إيريك جريتس مدرب المنتخب المغربي البلجيكي سعيد. الله يا صادقي، بيصدق على الهدف الثاني بشكل رائع للغاية، وهو لاعب رائع، وهو لاعب رائع جدا ياسين الصادقي. ياسين الصادقي بيسجل الهدف الثاني، واحد من ركلة الجزاء في الشوط الأول، والآن بيسجل هدف جميل. يا استخلاص رائع وجميل الكرة الماضية. هو ياسين الصالحي دائما هو صاحب الحل، هو الماستر كي. شوف شوف الكرة، يا سلام يا سلام، لاعب يفرق، لاعب يفرق حقيقة هذا اللاعب ياسين الصالحي دائما وأبدا، لاعب قادم في الكرة المغربية. شوف لما عدى وهيأ الكرة لنفسه وسجل الهدف الثاني. إذا الآن مع انطلاقة الشوط الثاني الهدف الثاني والثالث. هاتريك، هاتريك يا ياسين، هاتريك يا ياسين، مزيان فعلا، مزيان بالذات في هذه المباراة. ياسين الصالحي النجم المغربي الرائع حقيقة، ياسين الصالحي في هذه البطولة هو الهداف الأول الآن يا إيريك جريتس، هو الهداف الأول، وهو الآن يسجل هاتريك في هذه المباراة. لديه أربعة أهداف، هدف في المرمى البحريني في الجولة الأولى، وثلاثة أهداف في هذه المباراة، بأداء رفيع المستوى، أداء رائع للغاية لهذا النجم المغربي في هذه البطولة في النسخة التاسعة التي تشهد يعني ولادة هذا النجم فعلا المغربي. ياسين الصالحي بيسجل الهدف الثالث. إذا الآن شوف من إبراهيم البحري بيلعبها لياسين الصالحي، بيسجل الهدف الثالث، ثلاث أهداف لقال المنتخب المغربي على المنتخب اليمني. وبالتالي ركلة جزاء هي ركلة الجزاء الثانية في المباراة، واحدة كانت في الشوط الأول سجل ياسين الصالحي، عاد الآن ياسين الصالحي هل يسجل سوبر هاتريك إذا كان هو من يتقدم للتسديد؟ هو الآن لديه أربعة أهداف، لو سد، لو هو من سدد يعني واضح هو الآن من يتقدم. نعم هو من يتقدم ياسين الصالحي، هل يذهب للهدف الخامس لا في هذه البطولة وهدف البطولة حتى الآن بدون منازع، وهل يسجل سوبر هاتريك وليس هاتريك في هذه المباراة؟ ياسين الصالحي يا سلام، بكل ثقة في المرمى، في المرمى بيسجل الهدف الرابع الآن ياسين الصالحي، الهدف الرابع للمنتخب المغربي، تألق كبير وأفضلية للمنتخب المغربي على المنتخب اليمني، رباعية نظيفة. نعم المنتخب اليمني لا حول له ولا قوة في هذه المباراة أمام المنتخب المغربي القوي حقيقة على هذا الأداء، لا هو مرشح بقوة من أجل نيل اللقب. نعم مع المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. نعم شوف الكرة الماضية، شوف في المرمى يضعها.